اليوم راح نبدأ نشرح ال ال عندي هنا اللي هي ال 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 الأولى عبارة عن الليفت سكان، أما ليفت رايت الثاني ليفت موست ديرفيشن. هنا بيعطيني أولا القواعد الجرامر، راح يعطيني أيضا التيبل اللي راح يمشي عليه عشان أختار الرول اللي راح يمشي فيها أو يسوي لها سكان للإنبوت. بيعطيني الإنبوت، هنا الإنبوت عندي هي عبارة عن الوايل أي دي دو بيجين بيجين إند سيمي كولون إند. لازم أول شيء نبدأ نحط الإنبوت مع الستارت سيمبل مع السيمبل، وفي الستاك نحط السيمبل مع الرمز مع الستارت سيمبل. طيب راح ناخذ ستارت سيمبل مع الوايل، راح يعطيني ستارت سيمبل مع الوايل اللي هي ستيتمنت اس، statement انا حطيتها s و statement s حطيتها s s و expression a مع الواي راح يعطيني 2 rule 2 اللي هي عبارة هنا في ال راح نرجع لها من الجرامر اللي هي statement do expression while. لازم دخلها بالمقلوب عشان عندي هنا most left most derivation، دخلناها بالمقلوب سات لي مات مع الوايل، الوايل تروح مع الوايل. بعدين يبقى لي الاكسبريشن، الاكسبريشن مع الاي دي راح يطلع لي expression مع ال id راح يطلع لي 6، 6 اللي هي expression مع ال id، فيصير في match مع ال id، ال id تروح مع ال id، ادو فيها match بدون اي رول جاهزة يعني من ال stack وال input فيها match فتروح مع بعض. فعندي الحين رجعنا المديد اللي هي s مع ال begin، ال s مع ال begin عندي في ال table s مع ال begin 3 اللي هي begin statement end، راح نحط بالمقلوب end statement end statement begin، البيجن تروح مع البيجن، statement s مع البيجن راح يروح لي statement s مع البيجن راح يروح لي 4 اللي statement s سيمي كولن statement، فراح نكتبها statement s statement ال s تروح مع ال end نشوف ايش يطلع لي ال statement مع ال s نشوف مع ال end مع البيجن statement s مع البيجن 4 اخذناها، وبعدين statement مع begin 3 اللي هي end statement begin، begin هنا راح فيه تشابه begin الثانية مع input فتروح begin مع begin، يبقى statement statement s مع end مع end 5 اللي هي عبارة statement s مع begin مع end 5 اللي هي by empty. معنات الامبتي عندي هنا ان راح نسوي بوب لمين اللي في الستاك اللي هي non terminal، فنسوي لها بوب فيبقى للحين السيمي كولن جاهزة، السيمي كولن مع السيمي كولن تروح سوي بوب اولا وبعد البوب فيبقى لي هنا الحين الستيتمنت ستيتمنت مع الاند عفوا هنا ستيتمنت راحت من هنا عشان الرول 5 ام بي تي، بعدين الاند جاهزة هي والسيمي كولن فيروحون لانها جاهزة عندي في التيرمينال فيروحون لانها تيرمينال من هنا وتيرمينال من هنا وماتش فيروحوا مع بعض. الاس ستيتمنت اس نفس الاولى مع الاند طلعت لي 5 ام بي تي فتسوي بوب للي في ستاك. شيء ثاني اند تيرمينال مع تيرمينال اند متشابهه ماتش فيروح مع بعض. بقالي هنا الحين بقالي شيء فاضي بس فقط السمبل الرمز موجود في الستاك، موجود ايضا في الـ في الـ في الستاك وموجود ايضا في الـ في الـ input. هنا طلع لي كيبت لكن إيه عندي الحين اشياء اذا طلعت لي بيطلع لي ايرور. طبعا راح نشوف بامثله بعد هذا المثال اللي اولا اذا طلعت لي تيرمينال غير متشابه هنا سينتاكس ايرور. ايضا اذا ودتني الى تيبل، هذا تيبل الانتري عندها اكثر من جرامر هنا امبيجيوتي. ايضا اذا كان عندي نون تيرمينال مع تيرمينال اذا رحنا للتيبل راح يطلع لي انتري فاضيه هنا ايضا عندي غلط. طيب الحين راح نسوي تري، نسوي تري على اساس الرول اللي اخذناه في الاكشن. لازم احنا نكتب كل رول اخذناها برودكشن رول نحطها في الاكشن نبدا فيها نسوي اول شيء 2 و6 راح نشوف الاثنين و6 اول شيء الاثنين راح يكون راح ياخذ statement while expression do statement الثاني expression مع الاي دي اللي هي statement مع ال while مع ال expression مع ال statement، الثانية كانت expression مع ال id وكان عندنا do أيضا مع ال دي statement الثانية راح نشوف الثانية كان عبارة عن 3 و4 كان موجود وش موجود عندي في الجرامر 3 و4 نرجع للمثال 3 و4 راح ياخذ statement مع ال begin statement end 4 statement semicolon statement s statement مع ال begin
وستمنت اس وسيمي كولن والاند. الثانية كانت عبارة عن statement اللي هي begin وstatement s وs وسيمي كولن اللي هي s وسيمي كولن وstatement. بعدها راح يكون عندي الرول الثالثة اللي بعد راح تكون statement اللي begin وstatement s وend. الstatement هذه وهذه هنا ليش حطها empty؟ لأن عندي الرول الخامسة اللي هي عبارة statement s مع empty، وهذه هو التري الأخيرة اللي هي تري راح تكون عبارة عن left most derivation. هي أسهل من ال r. ال r راح يمشي من تحت إلى فوق، يعني بيروح من الـ من الـ بيروح من البداية من الهاندل إلى الستارت سيمبل، هنا من الستارت سيمبل إلى الليف إلى النهاية. هذا المثال الثاني اللي هي هاي الرول وهذا البارسينج تيبل. المثال الانبوت اللي هي عبارة انت زائد انت، نحط ستار سيمبل سيمبل مع الستاك، نحط سيمبل ايضا والنون تيرمينال اللي ستار سيمبل. الاي مع الانت، الاي مع الانت راح يعطيني تي اكس مدخلة بالمقلوب اللي هي اكس تي اللي تي اكس اكس تي. التي مع الانت، التي مع الانت راح يعطيني انت واي، الواي انت بالمقلوب ندخلها، الانت تروح مع الانت، الواي مع الملتبليكيشن، واي مع الملتبليكيشن يطلع لي ملتبليكيشن تي، ندخل المقلوب تي مع الملتبليكيشن، فيصير هنا عندي ماتش. وطبعا كل رول اخذتها راح اكتبها جنبها عشان بعدين نسوي تري من خلالها. بعدها التي مع الاكس بيطلع نفس اللي فوق اللي هي تي مع الاكس، نفس هذه الى هنا تقريبا. لأنه بعدين بيروح عندي الانت مع الانت، فبعدين هنا راح يبقى لي فقط النون تيرمينال في الستاك، اما فاضي عندك الانبوت غير السيمبل. راح نشوف الواي والاكس مع السيمبل، واي واكس، اكس واي مع السيمبل كلها طلع لي امبتي. ايش معنى الامبتي؟ قلنا الامبتي معناتها انه راح نسوي بوب لمين؟ البوب للنون تيرمينال الموجود في الستاك، نسوي بوب للواي وبوب للاكس، يبقى لي هنا فاضي فاضي، معناتها اكبت. طيب نحاول نسوي هنا الحين التري لها للرول اللي انا اخذتها، الرول اللي اخذتها نسوي لها نسوي لها تري. بس خليني ارسم هذه الاي مع التي مع الاكس، طبعا الرسمه نوعا ما يعني من الخط، تي مع الاكس، التي مع الانت والواي، الواي عندك هنا، الواي عندك الملتيبليكيشن مع التي، التي عندك الانت والواي، الانت والواي فنكتب انت واي، اخر شيء الواي بيطلع لك امبتي، وايضا الاكس امبتي. وهذه هي البارسنج البارستري للمثال. هذا البارسنج تيبل، وهذه الانبوت، وهذا هو الجرامر. طب الحين نبدا مع الانبوت، هي الانبوت نفسها. هنا طبعا في ستار سيمبل، في سيمبل، بعدين نبدا ستار سيمبل مع السيمبل الموجود اللي هي الماركت. الحين نبدا اول شيء الاي مع الاي دي بيعطيني تي اي، الاي مع الاي دي، الاي مع الاي دي راح يعطيني تي اي، ندخلها بالمقلوب اللي اي تي. بعدين راح نشوف من الجدول التي مع الاي دي راح يعطيني الرول في الانتري، الانبوت لها بيعطيني هذا الرول اللي هي تي اف تي، داخله بالمقلوب الاي، الاف هنا هي اللي تعطيني الاي دي، رول اي دي بيعطيني الاي دي، الاي دي بتروح مع الاي دي، يبقى لي التي مع البلس، التي مع البلس راح يعطيني امبتي، معناته الامبتي هنا احنا قلنا النون تيرمينال الموجود في الستاك راح يروح. بعدين الاي مع البلس، الاي مع البلس راح يعطيني بلس تي اي من التيبل، البلس مع البلس راح تروح، دخلناها بالمقلوب، يبقى لك عندك التي والاي، التي مع الاي دي. الحين راح نشوف التي مع الاي دي، التي مع الاي دي راح يكون نفس اللي فوق، هنا عندي التي مع الاي دي، التي مع الاي دي، ثم راح يطلع لي الاف، الاف مع التي، الاف مع التي، الاف راح يعطيني الاي دي، الاي دي تروح مع الاي دي، يبقى لي هنا التي مع الاي دي، نشوف مع الملتيبليكيشن، ملتبليكيشن مع التي عندك انتري، تي مع الملتبليكيشن يطلع لك انتري فاضي، معناته امبتي انتري، امبتي انتري الانتري حقتها فاضيه، معناته هنا سنتاكس ايرور، هذا نوع من انواع الايرور اللي بتطلع لي. هذا المثال عندك سنتاكس ايرور، فهذا نوع من انواع اللي بيطلع لي فيها سنتاكس ايرور. هذا المثال نفس الموجودة عندك البارسينج تيبل وأيضا الجرامر. الانبوت عندي هو عبارة عن الاي دي، ملتبليكيشن اي دي، الاي مع الاي دي، مدخل هنا نفس ما قلنا الستاك راح يبدأ بستار سيمبل مع السيمبل الموجود اللي هي الماركت. طيب الاي مع الاي دي، شوفها اي مع الاي دي راح يعطيني، الاي مع الاي دي راح يعطيني التي كيو، التي كيو بالجلوبال كيو تي، التي مع الاي دي، التي مع الاي دي راح يعطيني اف ار، الاف ار وكل رول راح نحطها في الاكشن اللي اخذناها في الاف مع الاي دي، الاف اللي بيعطيني الاي دي، الاي دي راح تروح مع الاي دي، يبقى لي هنا بعدين ملتبليكيشن مع الار، ار وملتبليكيشن،
يعطيني multiplication f r، ندخله بالمقلوب اللي هي r f multiplication، تروح مع المultiplication يبقى لي id، ال id مع ال f، ال f هي راح تعطيني الرول حقت ال id اللي هي f id، فنحطها في الاكشن، ثم راح نبدل ال f بدال ال id، ال id ال id هنا بدال، احنا ما بدلنا هذه ال f اخذناها id، فنبدل الحين ال id ال f بدالها id اللي طلع لي من الرول اللي استخدمناها في السكان. طيب ال id الحين مع ال id راح تسوي كلها تيرمينال، نسوي لها ماتش، هي ماتش اصلا متشابهه يعني، يعني ما في ايرور هنا، فسوينا لها، فراحت الانبوت مع الستاك، فيبقى لي الحين ال r مع السيمبل، r مع السيمبل، فعندي هذا معناته امبتي، فمعناته هنا فيروح لها، فيسوي بوب للار، ايضا الكيو نفس الشيء نسوي لها بوب للكيو. هنا اكبت لانه حدث، ما بقى لي شيء في الانبوت والستاك ما عدا الستاك ما عدا شو اسمه الستار سمبل، ما عدا السمبل. هنا معناته هذا المثال صحيح، ما في اي ايرور. هنا نسوي الرسمه، اولا قال لك هنا التي مع الاي مع التي الى الكيو، بعدها التي عندك الاف ار، هنا اف، هنا ار، طيب الاف عندك هنا اي دي، الار اي دي، الار هنا طلعت لك عبارة عن multiplication و ار و اف، الاف هنا اخر شيء، اخر رول عبارة عن الاي دي. هذه هي البارسينج تيبل اللي طلعت لي، اللي هي طلعت لي من ال L1 L1 بارسينج تيبل. عندك نفس مثال تقريبا شابتر، لكن هنا حاولت انه غيرت الانبوت عشان هنا، عشان في الاخير راح يطلع لي ايرور، لكن احنا نمشي حبه حبه. لكن اولا احنا راح نشوف، اعطتني هنا البارسنج تيبل واعطتني الجرامر اللي راح امشي عليها، والانبوت اللي هو عباره عن الاي بي اي اي، بعدين نحط السيمبل في الاول الستاك ومع ستارت سيمبل، والسيمبل موجود في نهايه الانبوت. طب نبدا الاسم مع الاي، بيعطيني الاسم مع الاي راح يعطيني اي بي اي، ونحطها في الاكشن، وراح ناخذها عشان نسوي سكان للانبوت اللي هي اي بي اي، راح ندخلها بالمقلوب، الاي ماتش مع الاي تيرمينال، يبقى لي بي مع البي، البي راح نشوفها في الجدول راح يعطيني الرول اللي هي عباره بي بي، دخلها بالمقلوب في الستاك عباره بي بي، البي تروح مع البي، فيبقى لي اي اي مع البي، الاي مع البي، البي مع الاي، يطلع لي امبتي، معناته نسوي بوب لمين؟ للبي الموجود في الستاك، نسوي لها بوب لان طلع لي امبتي في البارسنج تيبل الخاص في البي والاي. الان عندك الاي والاي كلها تيرمينال ومتشابه نفس الوقت، فتروح مع يروحون مع بعض، فهنا بقالك فاضي عندك في الستاك، ما عندك الا السمبل، اما في الانبوت عندك هنا تيرمينال مع السمبل. احنا ايش قلنا من نوع الاغلاط؟ انه اذا كان عندي انبوت باقي عندك في الانبوت رمز، او باقي لك انبوت في داخل الانبوت والستاك فاضي، هنا نوع من انواع الستاك سنتاكس ايرور، فهنا عندك غلط في هذا المثال اللي هو سنتاكس. هنا عندك هذه الرول، وهذه هي البارسنج تيبل اللي من خلالها راح نشوف النون تيرمينال مع التيرمينال، وناخذ الرول اللي راح امشي فيها عشان نسوي سكان للانبوت المعطى. طب الانبوت المعطى هنا بعيدا عن هذا الجدول، لان هذا الجدول خاص بكيف بناء التيبل نفسه. طيب الحين عندي الستاك والانبوت، هذا الانبوت اللي مختاره هنا المعطى، هذا الستاك راح نحط فيها السيمبل مع الستارت سيمبل. بدايه عندك هنا، وهنا لازم يكون عندك السيمبل. طيب عندك الاي مع التيرمينال الموجود، الاي مع التيرمينال هيعطيني تي اي، التي اي نحطها في الاكشن، دخلها من مقلوب اي تي، التي مع الستار سمبل التيرمينال اللي هي القوس عباره عن اف بي، ندخلها في الاكشن وندخلها بعدين في الستاك بشكل مقلوب اللي هي اي، والتي بدالها اللي احنا اخذناها الرول اللي هنا اللي هي بي اف، الاف مع الاي دي مع القوس هذا التيرمينال، راح نشوفها في الجدول عباره عن ايش، الاف مع القوس اللي هي عباره عن قوس اي قوس، هنا راح يصير في تشابه عندنا عند الاف والرول اللي اخذناها، راح ندخلها بالمقلوب هنا اي بي، الاف بدالها راح ندخل قوس اولا القوس الاخير،
ثم الـ A ثم القوس الأول، بعدين القوس الأول مع القوس اللي موجود في الـ Input راح يروحون لأن في ماتش وشكلها تيرمينال، الـ ID مع الـ A راح نشوف A مع الـ ID، A مع الـ ID عبارة عن TA، الـ TA راح ندخله طبعا في المجروب في الرول، في الرول في الـ Stack TA تكون AT، T مع الـ ID، الـ T مع الـ ID عبارة عن FB، اف بي بي اف، بعدين راح نشوف اف مع الاي دي هو اللي راح يطلع لي اي دي، بس خلينا نكمل اف بي، اف بي راح ندخل بدال التي بي اف، الاف راح شفناها احنا في الجدول قبل شوي عباره الاف مع الاي دي عباره عن اف اي دي، راح نبدل الاف اللي موجوده في الستاك باي دي، بعدين الاي دي مع الاي دي كلها تيرمينال وماتش فيروحوا مع بعض، فعندك الحين الاي مع القوس، الاي مع القوس، عندك الاي مع القوس امبتي، هنا معناته راح نسوي بوب من الستاك للاي، سوينا بوب، بوب للاي، بعدين عندك الاي الاي مع القوس، القوس النهاية اللي هو عبارة اي مع القوس النهاية امبتي، امبتي انتري، معناته احنا قلنا الحين شفنا غلطين من هذا، عندي سنتاكس ايرور، اذا طلع لي اذا شوف عندنا نون تيرمينال مع تيرمينال، رحنا للجدول بارسنج تيبل اللي موجود عندي ال ال1 وشفناه ما في اي رول راح اتبعها او ما في اي شيء انا راح اتبعه عشان اسوي سكان الانبوت الباقيه، هنا راح يكون عندي سنتاكس ايرور. ايضا اذا كان عندي مثل ما شفنا مثال من الامثله، اذا بقت لي عندي في الانبوت اي سمبل، اي سمبل في الانبوت لكن في الستاك فاضي، فهنا ايضا ايرور. هذا المثال عندي ايرور، سينتاكس ايرور، فراح يوقف هنا وشكرا.